بالنسبة للجزء اللي داخل في الامتحان respiratory حسب اللي قالته دكتورة فاتن قبل assessment 2 من بداية الكتاب إلى breathing reserve، النقط المهمة mechanism of inspiration، اللونج تند تو ريكويل والتشست وول تند تو اكسباند، الارقام بتاعت البريشرز مهمه، ضغط البلورا بيكون نيجاتيف 4 دي تهمني جدا، وضغط الالفيولاي نيجاتيف 1 بقارنه بالاتموسفيريك، العكس في الاكسبيريشن ضغط البلورا بنلاقيه ان هو نيجاتيف 3 وضغط الالفيولاي بيبقى بلس 1. المسلز المهمه للانسبيريشن الديافرام والاكسترنال انتركاستال، والمسلز المهمه للاكسبيريشن بتشتغل في الفورسد اكسبيريشن اونلي اللي هي الابدومينال مسلز لازم تكونوا عارفينها، والانترنال انتركاستال. حبيت اعمل ديب انسبيريشن عندي اكسسوري مسلز ستيرنوماستويد والسكالينس والسيريتس. الجزء الخاص بالورك اوف بريزنج مهم للتغلب على الالاستيك فايبرز وعلى الاير واي ريزيستنس والنسب بتاعتهم في الكتاب. يعني ايه كومبلاينس؟ معناه ان اللنج ديستنسبل وبتوسع، هو العلاقه ما بين دلتا فوليوم ودلتا بريشر. كومبلاينس تزيد امتى؟ لما الالاستيستي تقل في الاولد ايج والانفيزيما. امتى تقل الكومبلاينس؟ اي حاجه تمنع الرئه انها توسع، ايديما، فايبروزس، كونجشن، او شلت جزء من الرئه. سيرفاكتنت معناها جزء الليبيد بيمنع وبيضعف الاتراكشن اوف ذا ووتر موليكولز، بيمنع البلمونري ايديما، ولازم نركز على لابلاس لو ان البريشر يساوي 2 تي على ار. السيرفاكتنت تقل في ريسبيراتوري ديستريس سندروم بالنسبه للكبار، اسبابها سموكينج 100% اوكسجين، قفلت البلمونري ارتري، دول اشهر الاسباب. علاج نقص السيرفاكتنت حقنة كورتيزون او تشممني سيرفاكتنت ودي اندر ترايل او بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. مهم كمان نركز على تعريفات ترانس نيورال بريشر، هو الفرق ما بين انترا الفيولر ناقص انترا بلورال بريشر، والفرق موجب 4، وده مهم للديستندنج بريشر اوف ذا الفيولاي. دكتور فاتن بتركز على تعريف البريشر ده، يعني ترانس سوراسيك هو الفرق ما بين انترا بلورال بريشر و انترا اتموسفيريك بريشر، بيبقى ناقص 4. الناس تركز انا ببتدي مين الاول، انترا بلورال ماينس انترا اتموسفيريك، وده بيكون دايما 756 ماينس 760 بيبقى بالسالب. النقط المهمه لازم تركزوا عليها قوي هو الاير واي ريزيستنس، قانون البوزيلو ان الريزيستنس 8 على باي ان لينث في الفيسكوزيتي على راديوس تو ذا باور 4. بتركز على السؤال ده دايما في امتحانات اخر السنه، لو الراديوس زاد الدبل الريزيستنس تقل 16 مره لانها 2 تو ذا باور 4، ودي مهمه جدا. ايه الحاجه اللي بتتحكم في الاير واي ريزيستنس؟ برونكيال تون، باراسمباثيتك يضيق، سمباثيتك بيوسع. بالنسبه للجزء الخاص باللنج فوليومز اند كاباسيتيز، كل فوليوم عليك تعرفها وتيجي كسؤال ام سي كيو. النورمال فاليو مهمه جدا، بيركزوا على الريزيدوال فوليوم واهميته، اريشن بلاد ان بتوين بريس، وبيركزوا ان الريزيدوال ما بيتقاس على الورقه اوردينري سبايرومتر، بيتقاس بالهيليوم دايليوشن ميثود، مش عليك التفاصيل بتاعه الطريقه. مهم قوي جدول المقارنه بين اوبستراكتيف وريستريكتيف لانج ديزيزز، هقولها بسرعه. في الاوبستراكتيف كل حاجه بتزيد، ريزيدوال فوليوم، توتال لانج كاباسيتي، اير واي ريزيستنس. اللي بيقل عنده حاجتين، فورسد اكسبيراتوري فوليوم 1، وبيقل الريشيو فورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 على الفورسد فايتال كاباسيتي. الريستريكتيف العكس، كل حاجه تقل. ايه الحاجه اللي هتبقى نورمال؟ هتلاقوا الريشيو فورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 على الاف بي سي، الريشيو دي 80% في الطبيعي. ماكسيمال بريزنج كاباسيتي لازم تكون عارف النورمال فاليو ميل وفيميل، وان انت بتنهج في
في ربع دقيقه مش في دقيقه كامله. الكلام ده قلناه في العمل. فاكتورز افكتنج فايتال كاباسيتي، امتى تقل وامتى تزيد، موجوده في الكتاب، وده سؤال ام سي كيو. اخيرا بريزنج ريزيرف، يعني ماكسيمال بريزنج كاباسيتي ماينس البلمونري فنتيليشن، وده نورمال بيكون 90% او اكتر الريزيرف بتاعك. يعني ايه ديسنيك اندكس؟ معناها ان الريشيو دي تكون اقل من 70%. اخيرا في سام ديفينيشنز عندكم مكتوبه في الكتاب، يعني ايه ديسنيا؟ يعني صعوبه في التنفس. يعني ايه هايبريبنيا؟ زياده في البريزنج. تاكيبنيا؟ زياده في الريت. اور سوبنيا؟ يعني صعوبه في التنفس مع البوزيشن. كل التعريف دي ممكن تيجي كسؤال ام سي كيو للتسهيل على الطلبه.